نعم. الحج والجمعة المكان المسجد. الحجز في المكان جائز بشرط أن يكون الرجل في المسجد، لكن حجز في الصف الأول وذهب في طرف المسجد من أجل أن يقرأ وحده لئلا يشوش عليه الناس، وبشرط آخر أنه إذا وصل إلى مكانه الصف الثاني فإنه يلزمه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لزم من ذلك أن يتخطى رقاب الناس، إلا إذا كان في المسجد باب في المقدم يمكنه أن يخرج من المسجد ويرجع إلى الباب من جهة الباب، فهذا لا بأس أن ينتظر حتى تطيب نفسه ثم يخرج من المسجد ويذهب إلى مكانه.